ممثلات كتير، مش كتير يعني، بس في ممثلات أخدوا جائزة الأوسكار وهم حوامل على فكرة. من الموضوع كان عادي جدا حصل في، سواء بقى في مسرح قدام الناس على الريد كاربت، وأخدوا حصلوا على الجائزة وهم حوامل. أنا وأنا حامل أخدت جائزة من الأمم المتحدة، وحتى قلت لهم النهاردة مش واحدة ست اللي بتاخد الجائزة، دي واحدة ست وبنتها بياخدوا الجائزة. يا قلبي أيام يعني، بس ده حقيقي حصل. بس يعني انك تكوني في العرض الخاص وانت حامل، دي حاجه لطيفه بالعكس، حاجه حلوه. حضرتك من الشخصيات المثابره الجامده اللي وقفتها مش ما تتهزش بسهوله، يعني ده ما يبقاش بعيد على حضرتك انك تقفي في موقف زي دوت وتاخدي جايزه وانت بالظروف تعبانه. لا، وبقول على فكره ما حاولش لا اخبي ولا اي حاجه، وقلت لهم، وحتى انا فاكره اياميها بالعكس، ده حاجه قلت حلوه. قلت لهم دي بنت. كنا بتهيألي ثلاث سيدات واخدين جايزه، فقلت لهم بما انه يعني نظريه الشامل والمشمول، وبما اني حامل في بنت فاحنا اربعه اخذنا الجايزه مش ثلاثه. طب يا رب اجيب بنت وتاخدي جايزه يا رب، ربنا يعافيك ان شاء الله. يا رب يتملك على خير يا هبه.